فيرير. والله الاثنين حلوين بس نفسي الزمالك يرجع ياخد افريقيا، بطوله افريقيا السادسه. ميمي الشربي. هو بصراحة يعني كل فترة بيبقى فيه واحد في فترة معينة مستواه مميز، دلوقتي عواد. والله بص، هو الصعود لكأس العالم إنجاز، بس إنجاز الثلاث بطولات في أفريقيا إنجاز أكبر، إنجاز الوصول أو إنجاز الفوز ببطولة أفريقيا ثلاث مرات. لا، إيهاب جلال.